شركة جيوكوتون الفرنسية. فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو يترأس الدخول الرسمي للمحكمة العليا لعام 2017-2018. ورئيس اتحاد جمعيات المجتمع المدني من أجل خدمة المواطنين ينتقد بشدة اتهامات القضاء الأمريكي لفخامة رئيس الجمهورية إدريس. سيدات وسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من الفضائية الشادية من أنجمينا، ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية العربية لهذه الأمسية. التقى صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو بالقصر الرئاسي بالوفد الفرنسي التابع لشركة جيوكوتون بقيادة المدير العام للشركة، بهدف التطرق حول التعاون القائم بين شركة قطن تشاد ومثيلتها شركة جيوكوتون. تقرير عثمان عبد الغني إدريس. من أجل تشاد متقدمة ومتطورة في مجال الصناعة والاقتصاد والزراعة والتجارة، لا سيما في مجال زراعة القطن وتصديره عالمياً، التقى فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو بالسيد عباس جابر الرئيس المدير العام للشركة الفرنسية جيوكوتون برفقة السيد جان فرانسوا كوستار مدير العمليات بالشركة. اللقاء كان بحضور المدير العام لشركة قطن تشاد ومساعدي رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني. عباس جابر تباحث مع فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو سبل تعزيز التعاون والتبادل بين شركة جيوكوتون والبلاد في مجال زراعة القطن، حتى تصبح تشاد من أوائل وأكبر الدول التي تصدر القطن لمختلف دول العالم. وعلى هامش اللقاء أكد مسؤول الشركة الفرنسية المتخصصة في مجال القطن والزراعة بأن شركتهم تجدد العهد مرة أخرى لتساعد وتقف وتعمل مع الشركة التشادية للقطن بهدف التنمية ودعم الاقتصاد التشادي. فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو من جانبه أكد لهم بأن البلاد تبارك وترحب بهذه البادرة الجميلة، وتسهل للشركة كل الخدمات المطلوبة من أجل التعاون التجاري اقتصادي قوي. عباس جابر الرئيس المدير العام للشركة يصرح للصحافة عقب خروجه من المقابلة. الرئيس إدريس دي بي عنده أهم شيء هو الفلاحين والقطن في بلدكم. تحدثنا وقلنا أنه نجي نحن كشركة فرنسوية، في زمان نحن كنا هون مع الفلاحين، مع فلاحين القطن، وإن شاء الله رح نجي نعطي الحبوب، نعطي الفرتلايزر الأنجري للفلاحين، ونصلح كل المعامل لحتى يرجع القطن في التشاد مثل ما كان في الزمان. نذكر بأن شركة جيوكوتون كانت سابقا تمول شركة قطن تشاد وتعمل معها في مجال القطن، وهذه الشركة تعمل في العديد من الدول الأفريقية وتتخذ من باريس العاصمة الفرنسية مقرا لها. كما استقبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو بالقصر الرئاسي عالم الآثار الفرنسي ميشيل برينيه الذي قاد فريق الآثار الذي اكتشف جمجمة توماي في صحراء جراب. تقرير عثمان عبد الغني إدريس للمرة الثانية. تشاد بلد العلوم الآثار وبلد التاريخ والاكتشافات وبلد الحضارة. في هذا الشأن استقبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو بمكتبه السيد ميشيل برينيه عالم الآثار الفرنسي الذي اكتشف جمجمة توماي في صحراء تشاد جراب. رافقه في هذه المقابلة السفير الفرنسي لدى البلاد بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومساعدي رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني. تجيء هذه المقابلة في إطار البحوث وعلم الآثار ومن أجل اكتشاف العديد من الآثار في تشاد. ميشيل برينيه أطلع رئيس الجمهورية عن برامجه ومشاريعه القادمة التي يقوم بها في تشاد، حتى يعلم الجميع بأن تشاد فيها صحراء واسعة ومليئة بالآثار وسكنها الإنسان القديم توماي. وأضاف برينيه بأنه سيستمر في هذا العمل ويدعو علماء الآثار للمجيء إلى تشاد من أجل معرفة الأكثر. رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو شجعه في عمله مؤكدا له بأنه سيدعمه ويقف معه لاكتشاف الكثير من الآثار التشادية. ميشيل برينيه أقبل خروجه من المقابلة
قال بأنه اكتشف جمجمة توما يوم 19 يوليو عام 2001 في صحراء تشاد بمساعدة علماء آثار تشادين. وأضاف: أشكر رئيس الجمهورية والحكومة التشادية وجميع من وقف معي حتى تم اكتشاف جمجمة توماي. وقال: أكدت للرئيس الجمهورية إدريس تبي تنو استعدادي للذهاب مرة أخرى لصحراء تشاد لاكتشاف المزيد. بهذه العبارات يغادر جريني القصر الرئاسي للتجهيز من أجل الذهاب إلى صحراء تشاد في وقت قريب.